سلطان الشامسي، شكرا لك، يعطيك الصحة والعافية على هذه الجولة المميزة اللي من خلالها تعرفنا اليوم على أسعار اللحوم بمختلف أنواعها وأسعارها المختلفة كذلك في هذا السوق المميز، سوق الجبيل. مشاهدينا مستمرين متواصلين معاكم مثل ما عودناكم في كل يوم أحد، نتكلم ونتحدث عن تخصص جامعي. اليوم بنخصص فقرتنا للتحدث حول تخصص مهم وهو بكالوريوس الشريعة والقانون بكلية الشريعة في جامعة الشارقة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا رحب معكم مشاهدينا بالدكتور إبراهيم علي المنصوري، أستاذ مساعد في قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة، وأيضا كذلك نرحب معكم مشاهدينا بالطالب عبد العزيز أحمد البيرق، طالب في برنامج بكالوريوس الشريعة والقانون بكلية الشريعة. يا هلا ويا مرحبا بكم ويسعد صباحكم. الله يحفظكم إن شاء الله. الأجواء الجميلة هذه. الله يسلمك. دكتور إبراهيم، نتكلم في البداية عن هذا التخصص بكالوريوس الشريعة والقانون وأهميته بالنسبة للأفراد والمجتمع بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في البداية أول شيء أشكر قناتكم الكريمة على الاستضافة، وعودتونا دائما على تغطية الفعاليات والبرامج المتعلقة بجامعة الشارقة، مشكورين. الأمر الثاني حقيقة نتكلم عن كلية الشريعة وتخصص بكالوريوس الشريعة والقانون، بس أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة. غالب الناس دائما يقول لك هذا الطالب خريج شريعة، يعني هذا راح يروح يا الأوقاف يا بيروح مثلا مدرسة التربية الإسلامية، وهذا اللي الدارج عند الناس. صحيح. ولكن حقيقة في كلية الشريعة تم استحداث تخصص اللي هو تخصص الشريعة والقانون لمجموعة من الأمور المهمة جدا، وهي ما يميز هذا التخصص حقيقة، وهو التنوع في مجال العمل وسوق العمل. عند الطالب لما يدخل في تخصص الشريعة والقانون فهو يدرس الجانب الفقهي والقانوني، فلما ينزل لسوق العمل فلديه مساحة واسعة من الاختيار، كمثلا نتكلم عن المحاكم العدلية، نتكلم عن الأوقاف، نتكلم عن النيابات العامة، نتكلم عن مكاتب المحاماة، نتكلم أيضا حتى عن المصارف الإسلامية. وبالتالي هذا التخصص ما يميزه هو المساحة الواسعة في اختيار هذا الخريج لسوق العمل، سواء كان مثل ما ذكرت المجالات الأخرى. ما يميز أيضا هذا التخصص هو أيضا في نفس الفكرة اللي هي موضوع الازدواجية في التخصص شريعة وقانون، وبالتالي عندما يريد أن يبحث عن تخصص في الماجستير أو الدكتوراه يجد نفسه أيضا لديه خيارات أخرى. كان الطالب قبل مثلا في بكالوريوس الفقه وأصوله لما يكمل ماجستير أو دكتوراه ما يستطيع أن يكمل في كلية القانون، الآن أصبح لديه المساحة الواسعة في الاختيار، فصار يقدر يدخل ماجستير في القانون ودكتوراه في القانون. جميل. أيضا في مقابلها ماجستير بالفقه وأصوله ودكتوراه في الفقه وأصوله، فأصبح الموضوع شكل أوسع. هي ميزة أخرى. نعم. ميزة ثانية أيضا، هذا الطالب من خلال متطلبات التخصص يدرس أو خلينا نقول يلتحق بالتدريب العملي، بمعنى أن الطالب لا يدرس فقط الجانب الأكاديمي، فهو يلتحق بالمحاكم أو النيابات العامة حسب المجال اللي يريد أن يدخل فيه، فيبدأ يتدرب جانب عملي فيكون مهيئا لسوق العمل بالجانب العملي وليس الأكاديمي فقط. إضافة إلى مجموعة من النقاط، من ضمن النقاط المهمة أيضا هو خلينا نقول وجود تخصصين، بحيث أن الطالب يدرس الجانب الفقهي والقانوني. نعم. فيحصل على الملكة الفقهية والقانونية في مجاله، يعني لما يكون مثلا يتخرج يذهب إلى أي مؤسسة تجد لديه القدرة الكبيرة في أن يغطي الجانب القانوني والجانب الفقهي. جميل. قليل تجد شخص مثلا بكالوريوس في القانون. نعم. يفتقر إلى الجانب الفقهي، وبكالوريوس الفقهي يفتقر إلى الجانب القانوني، لكن هذا التخصص حل هذه الإشكالية بهذا. نعم. المزج كلها الشريع. علوم مرتبطة ومرتبطين في بعض، أصلا القانون والشريعة. نعم. تقريبا مرتبطين ارتباط كبير ببعض. نعم. لذلك التخصص هذا يعني له ميزة بسبب الارتباط الموجود والتنوع في سوق العمل. نعم. نتكلم عن تفاصيل أكثر عن هذا التخصص، ولكن عبد العزيز الدكتور إبراهيم ذكر مجموعة من المميزات وذكر أهمية تخصص أو كلية الشريعة والقانون وأهميته بالنسبة للمجتمع، يعني نتكلم عن سبب دخولك وتخصصك في هذا المجال بالتحديد ومنو شجعك بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. عليه الصلاة والسلام. طبعا بداية أحب أن أشكر قناتكم قناة الشارقة على استضافتكم الجميلة هذه، وصباحكم خير دائما يا رب. حياك الله. بالنسبة حق اختياري للتخصص هذا، طبعا هو كان مقترح من الاقتراحات اللي اقترحتها على والدي رحمة الله عليه. اي نعم. فسبحان الله للآباء نظرة في أبنائهم المستقبلية، فالحمد لله لك يا رب العالمين اختار لي تخصص الشريعة. نعم. والشريعة والقانون الحمد لله لك يا رب العالمين، تيسرت أموري في جامعة الشارجة، وأنا الحمد لله اليوم طالب في جامعة الشارجة بفضل من الدكتور سلطان، الشيخ الدكتور سلطان الله يحفظه ويبارك فيه، بمكرمه منحة كاملة منه ولله الحمد. ما شاء الله. الحمد لله لك يا رب العالمين. الحمد لله. هذا ثاني سنة هاي عندك؟ نعم. صحيح؟ هذه ثاني سنة ولله الحمد. الحمد لله، يعطيك الصحة والعافية والله يقويك يا رب. نتكلم أكثر عن هذا التخصص، ولكن نتكلم عن عدد الساعات. كثير من الطلاب يوم يبون يتخصصون يمكن يسألون هذا السؤال، كم ساعة لازم ننجزها علشان نحصل على هذه الشهادة البكالوريوس؟ هاي ايضا نقطه مهمه جدا لاي طالب، مثل ما ذكرتي هو الطالب دائما يبحث عن يلا اتخرج بسرعه وهذه مشكله، لكن في بكالوريوس الشريعه والقانون نعم الطالب حتى يتخرج يجب ان ينهي 132 ساعه. نعم. طبعا هي قد تكون ساعات اكثر من بعض التخصصات، ولكن بحكم الازدواجيه التخصص صحيح، ف132 ساعه هناك خطه ارشاديه للطالب في موضوع جميل. المساقات مقسمه الى اربع مستويات. نعم. فالمستوى الاول اللي هي المساقات اللي هي للسنة الأولى، وهذه المساقات تقترح على الطالب في خلال فصلين، فالمستوى الأول يأخذ فيها مجموعة من المساقات اللي هي في السنة الأولى، ثم المستوى الثاني تأتيك شوية أعلى درجة، لأن المستوى الأول هو تأسيس. نعم. ثم يأتيك المستوى الثاني إلى الرابع، هذه المستويات الأربعة يأخذ فيها الطالب متطلبات الجامعة سواء كانت اختيارية أو إجبارية، ثم يأخذ متطلبات الكلية أيضا اختيارية وإجبارية، ومتطلبات التخصص الدقيق، فتقريبا ياخذ معه اربع سنوات تقريبا للتخرج، فيكون قد غطى كل الساعات المعتمده 132 نعم. ساعه. بما ان دكتور ابراهيم تكلم عن المساقات والمقررات، شو المساقات والمقررات اللي تدرسها حاليا؟ طبعا هناك في مساقات في الشريعه في علوم الشريعه، وفي كذلك مساقات في القانونيه. نعم. فالمساقات الشريعه مثل فقه العبادات من طهارة وصلاة وصيام، وكذلك في علوم الحديث وعلوم القرآن وغيره من المساقات الكثيرة بما يتعلق في أمور الشريعة. وعندنا كذلك في العلوم القانونية مثل مدخل الفقه، مدخل القانوني، المدخل إلى القانون، ومصادر الالتزام وأحكام الالتزام، والقانون الدولي والقانون العام وغيرها من القوانين. سبحان نعم. الله كل يوم في قانون جديد عندنا، وكل ما أصدرت الدولة نعم. القوانين الجديدة تتيح لنا مساقات أن نتعلم القانون هذا نعم. ونبحث فيه أكثر. ذكرت نقطة جدا مهمة دكتور إبراهيم، أعتقد أن عبد العزيز ذكر نقاط جدا مهمة لتخص القانون العديد من الأفرع، القانون العام، القانون المالي، الدستوري وغيرها من القوانين المختلفة التي تهم جميع أفراد المجتمع. نتكلم عن هذه القوانين والفرق ما بينها بعد. هذه تسألي فيها أهل القانون نعم. أكثر، لكن نعم. نتكلم عن إحنا ككلية في كلية الشريعة نهيئ الطالب جميل أن يغطي هذه الجوانب كلها، يعني بمعنى أنه الطالب في هذا التخصص يجب أن يتخرج من الجامعة ومهيئ لسوق العمل، مهيئ لأن يواجه كل تحديات الحياة في هذا التخصص. نعم، يكون ملم. ملم طبعا لما أتكلم عن طالب متخصص في الشريعة نعم. اللي هو في الفقه والقانون، وبالتالي ما يساعده الطالب للالتحاق بسوق العمل هو المجالين هذيلا. وبالتالي نحن في الكلية مثل ما ذكر الأخ عبد العزيز أن في الكلية يدرس مجموعة مساقات هي نعم. خليط ما بين المساقات الفقهية والقانونية نعم. وهناك في تعاون أيضا مع كلية القانون في طرح هذه المساقات جميل. بحكم أن هذا تخصصهم الدقيق، فتعاون كبير بين الكليتين لتغطية هذه المساقات، فالطالب يخرج من هذا التخصص إلى سوق العمل مؤهل من الجانب التطبيقي العملي،
مؤهل أيضا بأن يمتلك الملكتين، ملكة الفقهي والجانب القانوني. نعم. فأيضا التدريب العملي يساعد أن ينخرط في خلينا نقول مثلا سلك القضاء مثل ما ذكرت القوانين وغيرها. نعم. الآن إحنا في وضع كورونا مثلا، وضع كورونا الآن استحدثت بعض القوانين بعض الأمور، هاي الطالب في تخصصنا يدرسها من خلال دراسة الحالات، الأبحاث العلمية، من خلال حضور ندوات، من خلال أيضا طرح حلقات نقاشية تساعد الطالب على أنه يستوعب. نعم. الواقع حتى يعني يكون مواكب لما هو في مجتمعه، فيتأقلم معه ويخرج لسوق العمل ويخرج للحياة وهو فاهم كل هذا من جانب فقهي وقانوني. نعم. أنا أعتقد أن الطالب اللي حاب أو يدرس هذا التخصص لابد أنه يتحلى ببعض المهارات، نتكلم عنها شوية. شو المهارات اللي يجب أن تكون في الشخص اللي حاب أنه يدخل هذا المجال وهذا التخصص بعد؟ طبعا جميع الطلبة قادرين إن شاء الله أن يلتحقون بالكلية الشريعة. نعم. برغبتهم الصادقة، بحبهم للتعلم العلوم هذه. نعم. والمسألة بالنهاية توفيق من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله والنعم بالله، على دراسته و نعم إكماله لهذا التخصص وهذا المجال. نعم. كيف يؤهل هذا التخصص للحياة ما بعد التخرج بالنسبة للطلاب؟ طبعا الطالب ذكرنا قبل قليل موضوع أنه أولا الجانب التطبيقي، الطالب لما يدرس التدريب العملي مثلا. نعم. على إضافة الجانب الأكاديمي، إحنا ما نريد الطالب أن يكون هو مجرد نسخة من كتاب. نعم. نحن نريد أن يكون طالب يلم بالجانب الأكاديمي كتأسيس. نعم. ثم يقوم بعكس هذا الأمر من خلال التدريب العملي، بحيث يلم بالجانبين، الجانب النظري والأكاديمي والجانب المهني التدريب اللي هو التدريب العملي والتطبيقي. هذا جانب. الجانب الآخر احنا نجعل الطالب يعني يمتلك ملكة فقهية وقانونية، بحيث لو في المستقبل صار مستشار قانوني أو صار مستشار شرعي. نعم. أو حتى لو سئل في أي مكان يكون لديه القدرة على أن يستوعب الجانبين، وبالتالي يكون له خلينا نقول احنا أولوية وأفضلية في 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 أن يكون مثلا في هذه المؤسسة، أن يكون مستشار لمجموعة حتى الأسرة. نعم. يعني الآن تجد واحد يقول والله أنت شريعة وقانون، تعال أنا عندي مشكلة قانونية، هل ممكن تحليها؟ صحيح. فيقول لا أنت خريج شريعة على ما تعرف. لا، أقول لا، أنا شريعة وقانون، لأن أصبح هذا التخصص أعطاني المؤهل الكبير أني أكون أنا عند ثقة الناس اللي حوالي، أفهم الجانب الفقهي والقانوني. ومثل ما ذكرت لك أن هذا المجال يمكن يفتقر أصحاب التخصص المنفرد، الآن إحنا جمعناهم في مكان واحد، تخصص مزدوج وبالتالي أصبحت الملكة كبيرة وقوية ومتنوعة، وهذا تساعد أيضا على أن يواكب متطورات الحياة، إضافة إلى اختياره لسوق العمل المتعدد والمتاح. نعم. شو بالنسبة للدراسات العليا في هذا التخصص؟ الدراسات العليا حقيقة لما نقول إحنا مثلا بكالوريوس في الشريعة والقانون، ذكرتها في بداية السؤال الأول، شريعة وقانون، بالتالي الطالب أصبحت له الحرية في موضوع اختيار مجال الماجستير والدكتوراه. يعني في السابق في بكالوريوس الفقه فقط ما كان يستطيع أن يدخل سوى بكالوريوس أو عفوا ماجستير في الفقه. نعم. وأصوله، وطالب القانون يأخذ فقط ماجستير في القانون أو بعض الشروط اللي مثلا يقول أنجز 60 ساعة في. نعم. هذا المجال، وهي صعبة. أما الآن أصبح المساحة أكبر للطالب، بالعكس إحنا ما نريد أن نقيده، نقول له أنت الآن شريعة وقانون، اختر وين تبي تروح، تبي تروح ماجستير دكتوراه في القانون وسلك القضاء، أو تبي تدخل ماجستير مثلا في الفقه وأصوله. هذا شيء. الأمر الآخر، هناك دراسة يعني موجودة اللي هو إنشاء برنامج اسمه ماجستير الشريعة والقانون، وهذا قيد الدراسة يعني. نعم. ما زال، ولكن التنوع التخصص سهل عملية اللي هو خلينا نقول اختيار الطالب لمجال الدراسات العليا. نعم. عبد العزيز، نتكلم عن هذا التخصص أكثر وعن أهم المشاريع والفعاليات اللي تنظمها جامعة الشارقة. جامعة الشارقة ولله الحمد في جميع التخصصات تنظم الكثير والعديد من الأنشطة للطلبة، نتكلم عن هذه الأنشطة وعن الأنشطة اللي شاركت فيها بعد. طبعا جامعة الشارقة مشكورة على إتاحة لطلبتها إبداء آرائهم، سواء كانت بما تتعلق في أمور الدراسة أو. نعم. أمورهم الشخصية. طبعا أنا شاركت في المجلس الطلابي في جامعة الشارقة
وكذلك في فعاليات اليوم الوطني للنادي الإماراتي في الجامعة مع طلاب مع مجموعة طلاب النادي الإماراتي، وكذلك في من أسبوعين تقريبا شاركنا في مناقشة الحلقة النقاشية بقانون الإعسار الجديد بين الواقع والمأمول بإشراف الدكتور الأستاذ الدكتور علي المهداوي والدكتور أيمن زين. كانت الحلقة النقاشية هذه يعني بمشاركة كذلك الطلبة من كلية القانون في مساق أحكام الالتزام، والحمد لله لك يا رب العالمين المناقشة كانت ناجحة، وكانت الحمد لله يعني عرفت الناس موضوع الإعسار وقانون الإعسار وشوك يعني كيف الإنسان أو كيف المدين يلتزم في دفع ديونه للدائنين. والحمد لله لك يا رب العالمين كانت ناجحة هذه المشاركة. دكتور إبراهيم، مثل ما ذكر عبد العزيز هناك الكثير من الحلقات النقاشية، الندوات والمشاريع، نتكلم عن أهميتها بالنسبة للطالب، أي طالب يدرس أي تخصص ويدخل مثل هذه المشاريع، كيف ممكن لهذه المشاريع أن تفيده في تخصصه؟ وهي نقطة جدا مهمة حقيقة. أنا يعني أنصح الأخ عبد العزيز أو الطلبة باقي الطلبة أن يستغلوا هذا الأمر، يعني نعم. الطالب لا ليس فقط أن يحضر مساقات وأن يمتحن وينجح وانتهى الموضوع، لا، يجب أن يركز على مجموعة أمور، نعم. من ضمنها الحرص على المشاركة في المنتديات، نعم. في الورش العمل. الآن أصبحت الأمور سهلة بعد كورونا، صحيح. صار واحد وقاعد في بيته ولين نص الليل وهو قاعد يحضر ورش أونلاين، وهذه فرصة صحيح. جدا مهمة. الآن إحنا أمام جائحة مهمة جدا، يجب أن نركز عليها ونحاول أن نستفيد منها في تخصصنا، فلذلك كثير من الندوات ضروري يحضرونها ويطورون نفسهم فيها. الأمر الآخر عمل الدراسات الحالات وغيرها، لأننا أنا من ضمن المتطلبات كل مساق في أن متطلب مهم جدا عليه 15 درجة وهو دراسة الحالات والتقارير العملية، وهي نقطة جدا مهمة. الطالب المفروض يستغلها أن يطور نفسه من جانب عملي ويحاول بقدر الإمكان أن يرتبط بالواقع. الأمر الآخر جدا مهم أنا أيضا أنصح فيه الطلبة في موضوع أن خاصة الشريعة والقانون وتخصصنا الآن، وكنت أسولف مع عبد العزيز قبل بداية البرنامج، أنا قاعد أسأله أنت حددت بالضبط الآن أمامك 3-4 مجالات في هذا التخصص في سوق العالم، حددت وين تبي تروح؟ وما زال يقول أنا ما حددت يمكن بعدين. فأنا أنصح حقيقة مدام الآن في السنة الثانية أن تحدد مسارك وين تبي تروح. جميل. قبل يعني ما يتخرج. قبل ما تتخرج. يعني أنت الآن مثلاً عندك مجالات أخرى، عندك مجال مثلاً المحاكم. نعم. سواء كان قضاء، نيابة، سواء كان محاماة، وعندك مجال آخر اللي هو مجال الاستشارات الشرعية والقانونية، عندك مجال إدارات الرقابة الشرعية في مصارف إسلامية، إدارات الشؤون القانونية في مصارف إسلامية، الأوقاف وغيرها. أنت حدد مسارك وين وشو تسوي، تبدأ تهيئ نفسك وتطور من ذاتك وتنمية بشرية خاصة فيك في هذا المجال، تحضر دبلومات مهنية في مجال اللي أنت حددته من 4-5 مجالات هذه، وابدأ ركز عليها أبحاثك في المساقات، ركز على هذا الجانب، من أدوات تحضرها، لقاءات مؤتمرات، حاول بقدر الإمكان تركز. ليش؟ أنت بس تتخرج راح تصير أنت يعني السي في مالك هذا أو السيرة الذاتية هي يعني مطمع لكثير من المؤسسات. نعم. مؤسسة ما تبي واحد فقط أكاديمي، تبي واحد جاهز مهيئ مهنيا لهذا المجال. فإذا هو ما اجتهد ما تعب نفسه شوي في مجاله، يعني الآن نقول شريعة قانون في وايد مجالات، نعم. أنا ما أقصد أنه في كل المجالات اشتغل عليها، لا، ركز في مجال معين. جميل. بحيث أنه لما تتخرج، نعم. كأنك أخذ ماجستير مصغر في تخصص معين. نعم. وهي جدا مهمة، ويعني البركة في الشباب، يعني أتوقع أنهم واعين لهذا الأمر. الحمد لله. عبد العزيز، حددت مسارك ولا لين الحين؟ والله أنا أميل أكثر إلى المحاكم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بنأخذ بنصيحة الدكتور إبراهيم، وإن شاء الله بنحدد أهدافنا ولابد نوصل لها إن شاء الله بإذن الله. بتكلم شوية بسلط الضوء على التحديات. أي طالب يدرس بكالوريوس في أي تخصص سواء القانون والشريعة وغيرها من التخصصات بيواجه الكثير من التحديات. بالنسبة للتحديات التي ممكن أن تواجه الطالب في كلية الشريعة والقانون، ما هي وكيف يتخطاها كذلك؟ والله الحمد لله لك يا رب العالمين، جامعة الشارجة حلت جميع التحديات، وما في الحمد لله يعني في كلية الشريعة والقانون تحديات، غير أن سبحان الله الواحد عليه أنه يجتهد ويفرض يعني نفسه ويتعلم
وقد ما يقدر يعني يبحث لنفسه. نعم. يبحث عن أشياء تخص تخصصه ويتعلمها ويفيد الناس اللي حواليه في المجتمع. نعم. فالحمد لله لك يا رب العالمين، ما عندنا أي تحديات ولله الحمد، الأمور كلها طيبة ومتيسرة ولله الحمد. الحمد لله. دكتور إبراهيم، قبل شوي ذكرت أن مع هذه الجائحة والوضع الراهن الذي نعيشه ويعيشه العالم أجمع، تغيرت بعض الأمور بالنسبة لكلية الشريعة والقانون وعملية التعليم عن بعد، كيف كانت هذه العملية؟ حقيقة هي تجربة، يمكن تجربة صعبة في البداية، في الفصل الماضي كان فيها صعوبة لأنها نعم. شيء جديد علينا، ولكن مثل ما ذكر زميلي حقيقة أنا يعني أشكر إدارة الجامعة على تهيئة هذه الأمور مسبقا، يعني الآن قبل لا تبدأ أصلا كورونا وقبل أن نعرف شيء اسمه كورونا كان عندنا برامج وتطبيقات الحمد لله. نطبقها في التعليم عن بعد، يسمونه احنا التعليم عندنا العكسي أو المعكوس، يعني كيف أن احنا ندخل الطالب معانا وهو في بيته يدرس معانا، عندنا في برنامج اللي هو تطبيق البلاك بورد والتعليم عن بعد، فلذلك كانت الامور بالنسبه لنا جيده، ولكن ايضا استفدنا منها استفاده كبيره، يعني اصبح لنا سهل الطالب في اي وقت ممكن يحضر محاضره وفي اي مكان يحضر محاضره، وايضا وجود مجموعه من الوسائل اللي تساعد ان احنا ننوع في التدريس، يمكن بعض الدكاتره بعضهم يعني كان يتكاسل في موضوع اللي هو التعاون مع الجهاز الكمبيوتر، فتح الانترنت وغيره، الان اصبحت الامور ما شاء الله سهله جدا، سهلة. صار الدكاتره خبراء في هذا نعم. المجال، اصبح الحمد لله. بعدين انا يعني مثلا لو مثلا في طالب غاب عن محاضره او طالب ما حضر، الان اصبح من خلال برنامج البلاك بورد يستطيع ان يحضر المحاضره في اي وقت اللي غاب عنها، فقط مجرد يضغط على رابط نعم. يحضر المحاضره من اولها لاخرها نعم. وكانه موجود في المحاضره نعم. وبالتالي هذا كان تحدي في البدايه، والحمد لله لان في اساس، هو بشكل عام دولة الإمارات كلها كانت لله. مهيئة. والبلاك بورد نحن نستخدمها من زمان في الجامعات ولله الحمد جامعات الدولة، واليوم مع هذه الجائحة ومع التقنيات الحديثة التي تم تطويرها كذلك تزامنا مع الأوضاع الراهنة، ساعدت الأطباء والدكاترة مثل ما قلت وساعدت الطلاب في هذا المجال، صحيح؟ طبعا، وخاصه انه يعني انت في النهايه ما في عمل كامل، لا بد ان في البدايه تكون في بعض المعوقات، فالحمد لله بدات تدارك هذه الامور سواء كان من المورد الاساسي لهالبرنامج صاحب اللي هو البلاك بورد او غيره، لان في النهايه اكيد هم يستفيدون ويطورون برامجهم، فصار في تعديل لمجموعه من الامور. ايضا موضوع التحدي اللي صار، موضوع الاختبارات، ان الاختبارات الان اونلاين، لما تقول اختبار اونلاين يعني احنا نراقب في الجامعة وفيه نوع من الطالب متشنج والدكتور يراقب يعني فما بالك في أونلاين يعني، فلذلك أيضا هناك في برنامج اسمه لوك داون براوزر موجود داخل البلاك بورد، هذا يساعد أن احنا نراقب على الطالب في الاختبار مع وجود كاميرا، مع وجود ضبط معين، في طريق آلية معينة لإنشاء الاختبار إلكترونيا وتصحيح تلقائي، فالحمد لله يعني الأمور في البداية كانت فيها شوية صعوبة، لكن الآن أصبحت الأمور جدا سهلة. تبدلت الخطط أكيد، كيف كان تغيرت حتى مجموعة من المتطلبات نعم. يعني الآن المتطلبات بدأت يعني تواكب الحالة الوضع اللي احنا فيه، أيضا موضوع اللي هو خلينا نقول المتطلبات، موضوع سواء كان الأبحاث سواء كان حضور الطالب فعليا كان لازم يحضر مثلا لمختبر معين، الآن أصبح فيه مختبر افتراضي، ففي بعض مش في كليتنا طبعا، احنا ما عندنا مختبرات نعم. احنا مختبرنا فقط كلية مختبر أخرى. في المحاكم نعم. فلذلك الامور يعني تدريجيا الحمد لله بدات تكون اسهل، وانا اتوقع وجود مثل هذه الجائحه علمتنا الكثير، علمتنا ان احنا يجب ان نكون مستعدين لاي ازمه نعم، لان في النهايه لا تقف الحياه الحمد لله، ويجب ان تسير، والامارات اثبتت عالميا حقيقه الحمد لله. انها من الدول التي يعني تعاملت مع هذه الجائحه بشكل مميز جدا، وهذا ليس ببعيد عن قيادتنا الرشيده لانهم اسسونا من قبل ذلك نعم. يعني هو كما يقال الوقايه خير من العلاج، فوجود هذا التاسيس ساعد ان تكون التحديات اقل والتصدي لها أسهل. نعم. عبد العزيز، كيف شفت الوضع الراهن والاختبارات اليوم تغيرت وكذلك الواجبات الكثير والعديد من الأشياء التي تغيرت في 2020؟ طبعا مثل ما ذكر الدكتور إبراهيم، السنة الماضية أو بداية
التعليم عن بعد. نعم. كنا نواجه من بعض يعني الأمور يعني تعليق البرنامج وخروج صعوبة يعني ممكن. نعم، في صعوبة الدخول وضغط مجموعة الدولة كلها شغالة. نعم. على الأونلاين، فهذا يمكن واحد من الأسباب، لكن الحمد لله لك يا رب العالمين. وارد. بداية السمستر هذا هناك أمور كثيرة يعني تسهلت، ونقدر فعلا مثل ما ذكر الدكتور أن نرجع للمحاضرات في التسجيلية المسجلة، ونقدر نسمعها في أي وقت نشاء، والحمد لله لك يا رب العالمين. يعني البرامج قامت، يعني قمنا نقدم البرامج على برنامج مايكروسوفت تيمز، والحمد لله لك يا رب العالمين. قمنا كذلك نحضر الندوات اللي تصير من الجامعة، والأمور كلها كانت عن بعد يعني بطريقة أفضل. أنا أشوفها بالنسبة لي أنا يعني عن بعد التعليم جدا ما شاء الله، جامعة الشارجة ما قصرت في هذا الشيء، أتاحت جميع الفرص يعني حق الطالب أنه يتعلم وهو ما يعاني من أي ولا يواجه أي مشاكل، ولله الحمد. لله الحمد. الحمد لله. دكتور إبراهيم، برجع لكلية الشريعة والقانون، شو اللي يميز هذا التخصص عن التخصصات الأخرى؟ وأي طالب يمكن ربما حاب أنه يدرس يسأل هذا السؤال، ليش أدرس هذا التخصص ولماذا؟ يمكن في البداية أكدنا على هذا الموضوع، النظرة الشائعة عن كلية الشريعة أن الطالب يتخرج فقط إما أوقاف أو مدرس تربية إسلامية، ولكن استحداث هذا التخصص جعل الطالب ينظر له نظرة أخرى، أنه أنا أمامي فرص عمل أخرى متنوعة وفي مجالات مهمة، مثل الأخ عبد العزيز حدد مجال القضاء مثلا أو المحاكم وغيره، يمكن ما كان قبل يستطيع. يمكن إحنا عندنا في التعليم العالي له شروط معينة، مثلا في كلية القانون في عدد معين، خلينا نقول يعني فقط عدد معين يستطيع أن يسجلوا في هذا التخصص. نعم. في هذه السنة. نعم. يعني 120 تقريبا، هذا حسب ما أذكر. فالآن الطلبة عددهم كبير، فلما تقول له 120 فقط فأنت هني سكر عليه باب مثلا التخصص اللي كان يحبه اللي هو مثلا القانون مثلا، لكن لما فتح الشريعة والقانون ساعد الطلبة أنهم أيضا يتجهوا نحو الكلية الشريعة. وإضافة لهذا الازدواجية في التخصص، الآن لما الطالب عنده ازدواجية في التخصص يكون مطلوب في أكثر من مكان. يمكن تخصصي أنا في الدكتوراه اللي هو الاقتصاد والمصارف الإسلامية، يعني تخصصي مزدوج أيضا اللي هو الاقتصاد، يعني درسنا جانب اقتصادي. نعم. ودرسنا أيضا الفقه المعاملات. نعم. فلما أنت تروح في سوق العمل أنت تمسك الجانبين، وبالتالي لديك خيارات لك كثيرة. لا، حتى المؤسسات ترغب فيك أكثر لأن. نعم. أنت عندك خبرة في جانبين. نعم. وجانبين مرتبطين في بعض، يعني الاقتصاد والفقه المعاملات مرتبطين، الشريعة والقانون مرتبطين ارتباط كبير. فأنت لما تكون مرتبط بهذا الجانب سوق العمل يكون لك فيها الأولوية في مجالات التخصص مثل ما ذكرنا، اللي هو إضافة إلى موضوع اللي هو التدريب العملي إلى أمور أخرى مهمة أيضا. نعم. دكتور إبراهيم، قبل ما نختم اللقاء كلمة توجهها لعبد العزيز أول شيء ولكل الطلاب اللي تابعونا الحين. أول شيء يعني أنا أحييهم على الجرأة والتخصص اللي هم فيه الآن، لأن فعلا يعني قرار كان صائب جدا في موضوع اختيار تخصص الشريعة والقانون. فلذلك أنا نصيحتي. نعم. أولا الطالب عندما يدخل الجامعة وجاي من الثانوية العامة في أمور كثيرة تغيب عنه، طبيعة الجامعة تختلف عن طبيعة المدارس، بالتالي الجامعة تجعل لكل طالب مرشد أكاديمي وهدف. يعني تخيل أنت لك مستشار خاص، هذا مرشد أكاديمي هو مستشارك الخاص، استغل هذه الميزة وهذه الفرصة. نعم. تسأله، يعني إيميل موجود الآن أصبح بالإيميل، يعني أنا في عندي الطلاب يرسلون لي طالبات يسألون دكتور أنا بأسجل مساقة شو أسجل، وبالتالي هذه فرصة للطالب، أنصحهم نصيحة جدا مهمة. نعم. موضوع الإرشاد الأكاديمي لأنه راح توفر عليك أخطاء مستقبلية. صحيح. كثير من الطالب يسجل مساقات ولا يسأل المرشد الأكاديمي فيقع في أخطاء، يسجل مساقات مش موعدها. نعم. يومية في نهاية السنة أو في نهاية التخرج هناك مساقات غير مطروحة لأن أنت أخذتها في وقت غير مناسب، وبالتالي هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية ذكرتها في بداية اللقاء، موضوع أنه على الطالب في هذا التخصص. نعم. الآن إحنا قلنا شريعة وقانون في له مجالات عدة في السوق. نعم. راح يدخل في المحاكم، في النيابات، مو راح يدخل يتحاكم، لكن قصدي راح يكون تخصص يعني يتخصص في هذا المجال في مجال. نعم. المحاكم، سواء كان النيابات العامة، مكاتب المحاماة، المصارف الإسلامية، الأوقاف إلى غيرها. أنت هني لازم في بداياتك أو السنة الأولى الثانية تحدد هذا المسار. نعم. وين تبي من هذه كلها؟ بعد ما تحددها تبدأ تسوي لك خطة استراتيجية لنهاية قبل التخرج، أن أنت تدخل دبلومات مهنية في هذا المجال
دورات، مؤتمرات، ملتقيات، دراسات الحالات اللي بتسويها المساقات مرتبطة في هذا الجانب، بحيث لما تتخرج المؤسسات تشوفك أنت جاهز. صحيح. يعني أنت جاهز السيرة الذاتية مالك مو بس أكاديمي، أيضا جانب مهني جاهز، لأن ما بتدفع عليك فلوس تدربك، أنت جاهز في هذا المجال. الأمر الآخر أنا جدا يعني، لأن بما أني بحكم عملي الآخر في الجامعة اللي هو مدير مركز بحوث، فأنا دائما أشد على الطلاب في موضوع أنه أنت ركز أيضا على الجانب البحثي. الآن في واقع كورونا، نعم، وحتى موضوع اللي هو خلينا نقول العلاج كورونا الآن كله بناء على شنو؟ بناء على دراسات علمية. أنت كمان نفس الشيء لازم تركز على الجانب البحث العلمي، دراسات الميدانية، دراسة الحالات، هذه تطور من ملكتك اللي هي الفقهية والقانونية. الأمر الأخير لا نقف عند حد البكالوريوس، يجب أن يكون طموحنا أعلى من ذلك، ليس فقط الجانب المهني، الجانب المهني أنت راح تنخرط فيه، نعم، ولكن لا تقف عنده. خلنا نقول إحنا بشكل متوازي تكون في عملك ونفس الوقت خطة استراتيجية أني أكمل دراساتي العليا، وهذا الأهم. يجب أن أحدد هذا المسار، إذا حددت مساري قانون أو شريعة أبدأ أخطط ونحط، لأن إحنا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن نكون أصحاب رؤى. أكيد. رؤية استراتيجية، نعم، حتى ولنا أهداف بعيدة المدى حتى ننجح ونتميز ونكون الأول دائما. نعم، لله الحمد. عبد العزيز، كلمة توجهها قبل ما نختم اللقاء. أشكركم على استضافتكم، وكذلك أشكر جامعة الشارجة على استحضانها جميع الطلبة واتاحت لنا الفرصة أن نتكلم وناخذ يعني في موضوع الشريعة والقانون. نعم. بارك الله فيكم. عبد العزيز والدكتور إبراهيم، يعطيكم الصحة والعافية. نحن شاكرين لكم تواجدكم معنا اليوم في استديو صباح الشارقة. شكرا لكم.